مرحبا بكم مستمعي إذاعة نودجي راديو ومشاهدي قناة نودجي تيفي. فقرة كيرويك، فقرة اللي كنرافقكم من خلالها أنا عايشة وسكين مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة الجسدية والنفسية ديالكم. مع قدوم مناسبة عيد الأضحى مستمعينا، يعتاد العديد من الأشخاص على تناول كميات كبيرة من اللحوم اعتقادا منهم بأنها مليئة بالفوائد الصحية ولا ينتج عنها أي مخاطر صحية قد تضر بالجسم. لكن الأمر عكس ذلك، فكثرة استهلاك اللحوم بإمكانه أن يعود على الجسم بأمراض وخيمة. فوجبات عيد الأضحى غالبا ما تفتقر إلى الخضار، وهذا يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل الهضمية. كمان لحم الغنم يحتوي على نسبة عالية من الدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم. إليكم مستمعين مجموعة من العادات الصحية التي تساعدكم ما أمكن في تجنب الأمراض طيلة أيام عيد الأضحى. أولا، تناول وجبة إفطار متوازنة. قبل البدء في إعداد الأضحية وتناول وجبات العيد، ينصح بتناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على مصادر جيدة من البروتين مثل البيض واللبن والألياف من الحبوب الكاملة والخضروات. هذا سيمد الجسم بالطاقة اللازمة وسيساعد في السيطرة على الشهية. ثانيا، تضمين الخضار. حاول إضافة الخضار إلى وجباتك، سواء كان ذلك عن طريق إعداد سلطات منعشة أو طهي الخضار كوجبة جانبية. يحتوي الخضار على الألياف والعناصر الغذائية ضرورية لصحة الهضم. ثالثا، اختيار قطع اللحم الصحية. حاول اختيار الأجزاء النيئة والمفرومة ذات النسبة المناسبة من الدهون. قم بإزالة الدهون المرئية قبل الطهي، واستخدم طرق الطهي الصحية مثل الشواء أو الشوي بدون إضافة الزيوت الزائدة. وأخيرا مستمعين، تفادي اللحم المقلي. من الأفضل تجنب تناول اللحم المقلي والمحمر بشكل كامل، وبدلا من ذلك يفضل طهي اللحم بالسلق أو البخار أو شويه على الفحم. يتميز هذا النوع من الطهي بأنه يساعد على تقليل كمية الدهون الموجودة في اللحم، فعملية طهي اللحم بالبخار أو السلق تساعد على إزالة الدهون الزائدة، بينما طهيه على الفحم يتيح للدهون الزائدة النزول وتصبح أقل بكثير. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك. نضرب لكم موعد لا سمح خجلتي كامل على تيليداتكم رقمية لوتيجي راديو، وكذلك على قناتكم لوتيجي تيفي.